بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده فخامته الحكيمه